السلام عليكم متابعي قناة وصفات سحرية، الوصفات الطبيعية والجمال. الوصفة ديال اليوم هي كتخص الشعر، وبالأخص كتحل جميع مشاكل الشعر، فهي كتطول الشعر وكتحبس التساقط وكترطبه وكتعطيه لمعان خطير وكتحيد القشرة. هذه الوصفة شاملة للشعر ووصفة سحرية بامتياز، غادي تجربوها وغتشوفوا الفعالية ديالها. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفو المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي نحتاجو 5 ديال الحباس ديال الورد، انا دايره 6 ناقص وحيده. غنحتاجو وبعض الوريقات ديال الحنه، غير شويه، شي 3 الوريقات، الباديان، جوج حبات ديال الباديان، 3 الحباس ديال القرنفل، نص معلقه ديال التحميره ولا الشاونيه، الا عندكم غبره ديروها غبره، نص ربع معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال حبوب اتاي، وربع معلقه ديال القرفه. غنحتاجو معلقه صغيره ديال العسل وكاس ديال زيت العود. ندوزو نوريكم الطريقه ديال التحضير. كناخدو كاسرونه بحال هادي، كديرو فيها هاد المكونات، الورد، الحنه، شويه ديال الحنه، العويدات ديال النوار ولا قرنفل، جوج باديانات، ومعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء ولا الشاونيه، الا كانت عندكم مغبره كيفكم تقدروا ديروها. كنديروا حبوب اتاي، القرفه والخرقوم. معلقه صغيره ديال العسل، وكاس ديال زيت العود. من بعد كنديروا هاد المكونات في باماغي فوق العافيه، وكنخليوهم لمده 10 ديال الدقائق. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق حيدناه من فوق البماغي، ودابا غادي نصفيوه فهو برد. ناخذ شي اناء فين غادي نصفيوه، كيف كتشوفوا هذا هو الزيت، حصلنا على زيت. فغادي تاخذوا قرعه بحال هذا الشكل اللي تكون مغلوقه، ما تكونش كتبين، ماشي شفافه، وغادي ديروا فيها هذا الزيت هذا باش تحتفظوا بها. بحال هذا الشكل وتسدوا عليها. هاد الزيت كتشقوا بها راسكم في الجلدة ديال الشعر، وحتى الشعر كله حتى الطرف، كتخليوها ساعة، من بعد كتغسلوها، كتعاودوا هاد العملية جوج مرات في السيمانة، وكتداوموا عليها لمدة 3 شهور.
فملي غادي تجربوها ما غاديش تقدروا تخلاو عليها، انا متاكده لانها رائعه وغادي تعالجكم كاع المشاكل ديال الشعر، من تساقط، من نشوف يد الشعر، واي حاجه، اي مشكل في الشعر وقشره، كلشي كتعالجو. فنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار، نتمنى تجربوها فهي مضمونه. فإلا عجبتكم الوصفه السحريه ديال هذا النهار، ما تنساوش الضغط على زر اعجبني، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم باش تعم الفائده، وكذلك الاشتراك في القناة. إلى اللقاء في وصفة مجربة ووصفة سحرية أخرى نافعة إن شاء الله.